جاي لهون مرة ثانية. الحمد لله على سلامتك يا أم محمود. الله يسلمك. إن شاء الله آخر مرضى. إن شاء الله. إن شاء الله يا أم محمود، عمرك ما بتقولي الآه. إن شاء الله. وتعيشي بالعز والجاه. ما شاء الله، صايرة شاعرًا. هلا أهم شيء إنك تنفسي تعليمات الطبيب، يعني طلعة من البيت قبل 10 أيام ما في. تقبرني، أنا أصلاً وين بروح وين بجي؟ مالي حدا. بعرف مالك حدا. بس هي زياراتك من بيت شقاع لبيت رقاع خففي لي اياها، بطلي يا احسن. حاجة بقى تقلي من بيت شقاع لبيت رقاع، كتر الله افراحكم، خلاص لا تستقبل حدا ولا روح لعند حدا، خلص رح انفذ تعليمات الدكتور انا واقعد ببيتي على كيفي ومرتاحة. تعملي زينة العقل ام محمود، وانا كل يوم بيجي لعندك شوف شو بدها بسوي لك يا. يو على هالحكي، ليش انا وين رحت؟ شوفي ست هناء، انت موظفة وعندك ولاد صغار، ما رح تقدري تحوسي بام محمود، اما انا فاضية طول النهار ما بخليها تجيب كاسة مي. وجوزك مين بده يحوس فيه؟ هلا بلشنا انتو التنتين لا تخانقوا مشاني، انا بحوس لحالي بحالي وبكيف حالي، تركوني. لا محمود انت مريضة حبيبتي. والدكتور قال لازم ترتاحي. وانا رح اطبق كلام الدكتور، انا ما برتاح الا اذا كنت لحالي. اجا الاسانسير، يلا تفضلوا. وين اخذني ابو طارق؟ لا وين يعني، على البيت. لا مين قال لك اني انا رايحة على البيت؟ لك هلا وين بدك تروحي؟ اخذني ابو طارق على البريد، يلا هون. إذا كان مشان تبعتي برقية لابنك على خور فكان أنا ببعت لك إياها. لك ما بدي أبعت برقيات لحدا أنت التاني. لكان شو بدك تسوي بالبريد؟ يصرف الجائزة. هيك وأنت بهالحالة؟ لك إيه شبه حالتي. طيب أنا باخذ النمرة بصرف لك إياها وبجيب لك المصاري. لا يا ما حذرت بنوب، أنا شبني مثل الحصان بطلع على الجبل، زرقن زرقن. سكر. إيه اطلبوا إيه. كتر خيرك جار. الله معك حبيبي، مع السلامة. سلم لي على امك. الله يسلمك. الله معك، مع السلامة. على مزاجك يا محمود، على مزاجك. ارتاحي على الكرسي. يلا ارتاحي حبيبتي انت. يعطيك العافية. الله يعافيك. اهلا وسهلا. نعم. جايين نصرف النمرة نحن. قديش قيمتا؟ الجائزة الكبرى 3 ملايين. وين النمرة؟ هاتي لاعطيها. استنى جميل، أنا بعطيها مالي إيدين، شو هالزكاة تبعك؟ ها ليك شوفها. لك شو ها جايبين لي باب خزانة؟ أنا بشرح لك القصة. هذا يا سيدي الكريم الست أم محمود سحبت نمرة يا نصيب لحتى ما تضيع النمرة، لزقتها على باب الخزانة، لما ربحت خافت تشيلها تقوم تنشق ما تصرفوا لها الجائزة، مشان هيك جبناها وهي وباب الخزانة. فرجوني النمرة. مضبوط، هي تربح الجائزة الكبرى، ألف مبروك إن شاء الله. يلا لكن سلم لي المصاري بسلمك النمرة، سلم تسلم. بس ليك لا تبسبس لي من اولها، حلوان ما في لو تطلع عيونك بالطول وبالعرض. اختي ما بدي حلوانه، المهم ما بقدر بصرف لك اياها لتشيلوها من على الباب. وبركي شقيت. بتروح عليكم الجائزه. شو؟ خلص طولوا بالكم، اكيد الموظف عم يمزح. عم تمزح ما؟ ومين قال لك عم امزح؟ عم احكي جد. عم تحكي جد؟ بس مو معقول، نمره بتربح 3 ملايين بتنرمى بالزباله، اكيد في حل لهالمشكله، في حل ما؟ اخي انا ما بحسن بصرف لك اياها الا تكون لوحده وسليمه. طيب اخي ممكن تتكرم علينا وتدلنا على غرفه المدير؟ ليش اخي بدك تروح تشتكي يعني؟ لا ليش لا اشتكي، بالعكس ما شفنا منك غير كل طيب والله، بس الا ما يكون في عنده المدير حل لهالمشكله، اكيد عنده حل ما. روح اخي روح ليكو بصدر هنيك مكتبه شرف. ام محمود لا تكلي هم، جائزتك بدك تقبضيها يعني بدك تقبضيها. هلا انا فوت لعند المدير واكيد راح يتفهم الموضوع. هاتي النمره عليك. لا استاذ جميل انا فوت اجري على اجرك لعند المدير. شو يعني مالك مأمنتي لي؟ لا مأمنتك، بس يعني انا لو مو مأمنتك ما كنت ركبت معك بالسياره، كنت اخذت تاكسي. اي كتر خيرك. هلا وينها جميل؟ فوت انا وياك لعند المدير، دمعتين من هون على اهتين من هون على دعوتين من هون بيمشي الحال. مايا حاضر شرفي، استنونا هون. قومي لجوم جاي. يسلموا هالايدين يا مجذبي ناطق احلى منهم كلياتهم. ضغطت يا وي دوي ارجعوا لا تهدونا ارجعي والدبسه. جبت لك الرساله، خليت الانسه تكتب لك سطرين زياده توصل. يلا نقي لي اياهم جداد ومحبوب. رح نقي لك اياهم جداد تكرمي، رح نقي لك اياهم خلنج، اما بحبحهم ما بقدر. لك ليش انت بخيل؟ ليش بخيل؟ هلا نحن واحد مننا وقت بيوقف على عرباية بردقان بده يشتري كيليين، ما بيحطوا له البياع بردقانتين تطبيشه؟ يعني ليش انت بخيل؟ نحن عم ناخذ من عندك 3 مليون، لازم تبحبح وتحط لي شيء 200. دمي خفيف، ايه خانون بايش بدك تحطي المصاري؟ جايبه معي كيس زباله سفكته من المستشفى طالعه على الطابق. لك لا ما دخلني. ليك ما قلت لك طالع لي شغله، ما دخلني. انا طالع وشو صعبه الشغله. تعال
رايحين. واحد وقف. شو هاد؟ شو عم تعطيني انت؟ هي رزم مصاري. كل رزمة فيها 100 ام ال 500 بيطلع لك عندي 60 رزمة. هي وحدة. انت استنى، شو عم تحط لي؟ بدي عدهم. معدودين على الآلة يا خانو. لك أنا ما بفهم بالآلة، أنا بدي عدهم بذات نفسي. يا أم محمود إذا بدك تعديهم اليوم ما بنخلص. ها شوفي وراي ليش أنا؟ ماشي، أنا رايح لعند ريا وسكينة، عديهم على كيفي. أروح as you like. عم بده يروح يروح. واحد واحد. الله يجيبك يا طولة البال. وبعدين يا خانو، وبعدين خلص الدوام بدنا نسكر. اعوذ بالله، وش مين متصبح انا اليوم؟ بوش مين يعني؟ بوش مرتك. رجعت خربطتني، بدي عدهم من الاول. واحد ابو طارق تعال شوفني، وانا عم اعد المصاري. تعال رح يوقف القلب شي في تعال فشلي. خمسين. يا سلام، كل رزمة واختة كانوا بيصيروا أحلى لو كان جنبهم جائزة الطردية. الله يسامحوا هالبيع عليها نصيب ما عطان إياها. يلا ليش الطمع؟ ما بدك تبعت ما بحفظ، لا تبعت من غور فكان، مالي بعاشتك. تدري ولا ما تدري أحبك يا بعد عمري، يوم اللي ما أشوفك ما ينحسب من عمري. بدي خليها نتعمل لي سحر جديد ليصيروا طابقين، وبدي أتشكر على السحر الأولاني. يا لطيف ما أقل ذوقي، كان لازم أتشكره مباشرة. بدي أعطيها 1000 ليرة. لا لا، إيش الألف ليرة؟ 500 بكفي. يا هيك اللعب يا أما بلا حاجة. لعب اليوم بكفي. تدري ولا ما تدري أحبك يا بعد عمري، يوم اللي ما أشوفك ما ينحسب من عمري، ما ينحسب من عمري. تدري ولا ما تدري برني هالمنظر ما أحلام. اتصل فيهم بالعرق العافية يا أم محمود، يا سعدية، يا بنت المسعود. الله عطاكي على هوانيتك. مش الحال، قلت النوم ما في محل بدي خبيهم. لا تلحقوني، بدي خبيهم. تدري ولا ما تدري أحبك يا بعد عمري، أحبك يا بعد عمري. قلت لي هما نكبر غلتين ثلاثة. شفتوني؟